لأول مرة كمال الشناوي مع يحيى الفخراني في الحوت والكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط هم لكن عايز ياكل الكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط هم لكن عايز ياكل الكتكوت. الحوت والكتكوت حلقات مسلسلة بطولة كريمة مختار عايدة عبد العزيز ولأول مرة في الإذاعة حنان ترك. الناس وقتك بيبص عليك بص عليك وحوش يا ناس ساكتين في بالك في بالك. الناس وقتك بيبص عليك بص عليك وحوش يا ناس ساكتين في بالك في بالك. أنا على الأنفس ولا حد يموت أنا على الأنفس ولا حد ولا حد يموت. موسيقى وألحان جمال سلامة. الحوت والكتكوت تأليف وإخراج فايز حلاوة. ادي الحوت هم 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 وادي الكتكوت مش عايز اشوف وش الراجل ده هنا خالص. بلاش كلام فارغ. انت عاجبك كده يا ست هانم؟ لا بصراحة يا اخويا درديري ده زودها قوي. ما دي كان عملت حاجة غلط. معلش يا دكتور هو دادي فعلا نيرفز واجريسف لكن لما حضرتك تتعود عليه هتلاقي الامور كلها مشيت طبيعي. هتعود على ايه؟ انا على الذل والمهانة والبهدلة. لو ايه توصل ان يطردني من بيته؟ ده لو كلب جاي عندكم معزوم على الغدا يصعب عليك تعاملوه بالشكل ده. انت ضيفي انا يا دكتور، انا بقى اللي عازمك على الغدا ومحدش هيقدر يطردك من هنا. وطي صوتك يا بنتي مش عايزين مشاكل. لا يا مامي انا مش هوطي صوتي، ولو الراجل ده خرج من هنا انا هخرج معاه. ايه بتقول ايه يا بنت؟ خلاص يا دادي انا اللي بتكلم دلوقتي. دكتور زونت ضيفي انا وانا اللي عازمه على الغدا، عندك مانع؟ لا لا مانع لا خلاص خلاص ما دام انت اللي عازماه وانا اقدر ازعلك. لكن وديني وايماني بس لما استفرد بيك ما كنتش اطلعه على جدتك ما بقاش انا درديه. اتفضلي يا ستي. شايف ابوك بيقول لي ايه؟ ولا يهمك انت في حمايتي انا. سامع يا سدادي؟ اديني سامع حبيبتي سامع. معلش انه بادي معلش لقيت لك عظمه جامده تتصدر لك، انما هتروح مني فين؟ وقعاتك كتير يا حبيبي. وانا بقى بدون مقاطعه ناوي لك. يا ربنا يستر. مد ايدك كل. لا مش هاكل ان شاء الله ما طفحت. اتفضلي مش عايز ناكل. دادي وبعدين ها؟ انا بقول له اطفى كل كل اكلك بنفسي يا حبيبي. احنا قلنا ايه يا دادي؟ ده ضيفي انا وانا كمان اللي هاكله في بقه وايدي. يا سلام يا سلام ده يبقى طعم الاكل عسل يا عسل. طب انا بقى مش واكل. الله وبعدين ايه درديري؟ احنا هنغضب بقى زي العيال ولا ايه؟ مش شايفه الافندي المحترم رئيس مجلس الاداره اللي عمال يلعب لي حواجبه ويطلع لسانه؟ طب خلاص ما تبصلوش ما تعملش عقلك بعقله. يلا يلا بقى كله بلاش شغل عيال امال. اطفح كل. الحيوان اللي قدامك ده انا اللي موضباه ومزوقاه في السيرفيس بايديا، ايه رايك بقى؟ هايل بس من غير مؤاخذه يعني هو مش حيوان ده طائر. ايوه ايوه بس ما بيطيرش. انا عارفه عارفه وانا تايه عنه. طب هو ايه؟ ذكر بط. غلط غلط. امال يعني يطلع ايه ده؟ لا لا ايوه لازم اسمه ايه ده؟ عارف والله عارف بس اصلي ايه ما تاخذونيش يعني بقى لي فوق من 20 سنه ما التقتش معاه وجها لوجه. ولا عمرك شفته؟ لا 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 ده سوء تفاهم بس، ولاد الحرام وقعوا بينا فبطل يهوب ناحيتنا مع اننا كنا اعز الاصدقاء. انا بالذات اعزه قوي اتمنى ان اشوف حتى صورته. انما تقول ايه بقى؟ هوة الوقيعه والفتنه الطائفيه ما خلوش اتنين الا ما وقعوا بينهم. ولا ابتها يا اخويا فتنه طائفيه ليه بقى؟ الله مش هو ست رومي وانا بلدي؟ يعني تقصد يعني بسلامته ده يعتبر ديك روبي؟ امال ديك روسي؟ غلط هارد لك.
ما هواش دندي. نعم، وما نطلع ايه بقى؟ لا هو ده كربط ولا ديك رومي، يبقى ايه يعني؟ قرد مشوي. غلب غلبك. ايوه غلب. ده يا سيدي لما انت طاووس. نعم طاووس. الطاووس ده مريش احمر واخضر اللي بنشوفه في الافلام الاجنبيه. اهو هو بعينه. ده لا مؤاخذه بتاكل؟ امال يعني حاطينه يعني للفرجه يا ابني؟ ليه بتاكل لحم طواويس يا مفتري؟ اترك طايح في خلق الله الغلابه اللي بياكلوا الفول المدمس عشان تحلف وتتحالف انك كلت عندي لحم الطاووس. بس خلي بالك اوعى تكتر منه. ليه بقى؟ اللي زيك الحاجات الغاليه دي ممكن تجيب له تسمم. ما تسمعش كلامه يا زنطوتش، كله كله كل لما تشبع يا زنطوتش. طبعا، ودي عايزه كلام. سيبك على جنبك. الله، ده لذيذ قوي. انت حر. بقول لكم ايه، سيبوني بقى عليه اللي وحدي. انا هطبق في زمارة لعب. يا خبر، هاخده بالحضن انا. هو يا ساتر يا رب. هاكل وحده. يا ولد شكت. اديني قلعت لك يا حبيبي، تعال لي يا حبيب قلبي. ده انت وحشني بشكل. البرتيتا اتنصبت يا حبيبي، والشغل داهر دلوقتي من ورا شنبنا. زمانهم رباطوا الرباطيه وستفوا المسائل. ده اللي هما مين بقى؟ الدرديري وصاحبك الزون. ايوه يا سيدي، عزمه عنده في البيت على الغدا، وطبعا اطعم الفم تستحي العين. وزمانه حطه في جيبه الصغير وقفل عليه بالسوسته. يا اخويا ما هي عوايده، انت فكرك يعني الراجل ده عالم ولا عبقاري ولا يفهم في التغذيه؟ وحياتك انت تلاقيه جايبه من سوق العتبه ورسمه علينا رئيس مجلس اداره. الشاي يا زنطوتي. تسلم الايادي يا قمر، الحمد لله انك ما طلعتيش زي ابوكي. نعم يا اخويا. لو سمحت سيادتك، انا بكلم الاناسي هيام، لما اكلمك ابقى رد عليا. طبعا عندك حق. ما هو لما سنكوح صايع زيك ياكل لحم طاووس لازم يجيله خلل في نفوخه. يا اخويا انت اكلني بس طاووس كل يوم، وان شاء الله حتى اروح فيها السرايا الصفراء. بعد الشر عنك يا زنطوتي، ان شاء الله اللي يكرهك. ده انت اعقل واوزن واخف دم انسان شفته في حياتي. بقول لك ايه يا هيمه، خف على الراجل شويه لا يتمرع ويسوق فيها وما نعرفش نلمه. الصنف الواطي اللي زي ده مش لازم نتخن ودانه بقولة سعد. الكلام ده اتقال في سوق الجديان يا باشا، مش في منزل محترم زي ده. طيب يا فالح، طيب مد ايدك اشرب الشاي، اطفع. يلا خلصتي. عايزين نتكلم كلمتين مهمين كده مع بعض على جنب. هذا اللي انا عامل حسابه، ربنا يستر. ايه ده بقى؟ ده الحلو يا دكتور، مش لازم بعد الغدوه الدسمه دي تحلي ولا ايه؟ يا جهنمي، كل ده حلو ولسه الفاكهه جايه وراه كمان. يا عم شوف لأي أوضة عندكم هنا وشغلني أي شغلة، إن شاء الله حتى سفرجي بلا شركة بلا قدرة بلا وجع قلب. الجو هنا عجبك؟ اللي عجبني ده يعجب الباشا، قاعدة طرية وهوا مكيف. لا والأكل، اللهم زيد وبارك. يا عم ده انت مرحرح قوي. الله أكبر الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق. ولا عندنا حتتين فحم وبخار البيت يا حاجة، لحسن الواد ده باين عينه وحشه قوي. لا من الناحيه دي ما تخافش يا باشا، انا ما اعرفش اقره ولا احسن. بكره لما تقدم شويه في الشركه وتضبع بقى والميه تجري في ايدك هتفتيه، هتعمل قد اللي انت شايفه ده 10 مرات. لا انت بتتكلم جد؟ ما هو اللي قبل منك كانوا كحيانين ومقشفرين اكتر منك، واول ما فهموا اللعبه شطحوا ونطحوا في العلالي، وبقت الملايين في ايديهم زي البرايز. ايوه يا اخويا، ما هم رخرين. بقول لك ايه، انا حيين النهارده ومتني بكره، لا يمني انت على الملايين اللي بتقول عليها دي، وان شاء الله حتى يا رب بعدها يبقوا يشنقوني. لا يا والله انت حلو وشاطر وكويس، عندك استعداد اهو. يا سعاده الباشا ده بتاعك، اعتبرني في جيبك الصغير، حطني جوه كرشك واشرب عليا ازازه ميه ساعه بس، لا يمني على اللي بالي بالك. ما تستعجلش، كل شيء هيحصل حسب الخطه الموضوعه،
وكل حاجة هتوصلك في الوقت المناسب. طب يلا بقى، مستنى ايه بس؟ يا ساتر، ده من اولها فتح بقه. والله شخصية ظريفة، لا وبسيط على سجيته، لا هو معقد ولا مكلكع، واللي في قلبه على لسانه. مش قلتلك يا مامي، بالك انتي، ده لو طلع على المسرح هيكسر الدنيا، هيفطس الناس من الضحك. والله بقى مسألة المسرح دي لعبتك انتي، انما انا زي ما انتي راسية، لا بفهم في المسرح ولا في السينما. ده يا مامي عنده كل مؤهلات الكوميديان، خفة الدم، سرعة البديهة، الابيل، اهم شيء يا مامي الابيل. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الحضور، اللي زي ده يحط كل الصلاة في جيبه، اي كلمة يقولها الناس ترفس وتموت من الضحك. طب ولما انتي متأكدة قوي كده، مستنية ايه؟ ما تكلم ابوك يديهولك اعارة ولا انتداب، وبعدين بقى رجعيه. تفتكري هيوافق؟ شوف بقى، انت تطرطق لي ودانك كويس وتسد بقك، فاهم؟ خلاص انا مش هتكلم ولا تتنفس. نعم. عايزك تركز معايا وتستوعب الكلام اللي هقوله لك كلمة كلمة، وتفهمني كويس. شوف يا دكتور، قلت لك اكتم. الشركة دي بقى هي منجم الذهب اللي احنا بنهبر منه، يعني الدجاجة اللي بتبر لنا الذهب، عشان كده لازم نحطها في عينينا ونحافظ عليها. طب ارد على سعادتك ولا اكتم؟ لا لا رد، بس ما تلتش وتعجن وتمط في الكلام. كلمة ونص، فاهم؟ فاهم يا باشا، انا فاهم. انت عارف ان الشركة دي مفلسة واسهمها تحت الصفر، وانتاجها تقريبا كده متوقف، واللي بننتجه وننزله السوق بيرجع لنا. يا ساتر، يكونش معمل لكم عمل. والله جايز، وكل شيء جايز، المهم ان احنا لازم نفكر سوا ونحاول نقيل الشركة من عصرتها. ايوه بس ازاي يعني؟ يعني نفك العمل السفلي اللي معمول لها، نشوف لنا مخرج من الازمة الطاحنة اللي احنا فيها، وندور عجلة الانتاج ونمشي حالنا. وماله يا باشا، حد يكره؟ ايدي على كتفك، شوف ايه اللي تأمر بيه وانا رقبتي. كويس، هتروح بكرة البنك تمضي على اوراق قرض بخمسة مليون. كم؟ خمسة مليون. بضمان ايه بقى؟ بضمان سمعتك، ضمان شخصي. ابتدى المشوار يا حلو. قولي بقى، هو لو سمحت الاقرب لينا هنا ابو زعبل ولا طرة؟ يا راجل ما تبقاش متشائم. لا لا لا، خلي كده مقبل على الحياة ومتفائل، المهم انك توصل بكرة البنك مع مندوب الشركة وتوقع. يا سعادة الباشا، انا مش ممتنع، انا خدامك وخدام امرك، بس في نقطة بسيطة كده كنت عايز انبه سعادتك ليها. ايه انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بتقول ايه؟ غدا نلتقي.